طب قول لنا بقى ازاي نشحن نفسنا كده دلوقتي، الناس سامعينها في العربيات في البيوت في محطات المترو، ازاي نعمل تمارين بسيطه علشان نبقى افضل؟ تنفس احسن حاجه، احسن حاجه في الدنيا، ومش بس بتشحن، دي بتعالج. طب ما تقول لنا شويه حاجات. تمارين التنفس بسيطه جدا، هي عباره عن شهيق، يعني لو انت عايز تشحن غير اللي عايز تفرغ. عايز هو تشحن نعمل ايه الاول؟ ما هو اللي عايز يشحن غير اللي عايز يفرغ. انا دلوقتي عصبيه وبتاع، يبقى انا هستنشق من مناخيري وهطلع من بقي. لا، ده انا حاسه بكسل وبتاع، يبقى انا هتنفس شهيق وزفيق من الانف. يبقى انا عايزه اشحن ولا عايزه افرغ؟ التفريغ يبقى عندنا شهيق من الانف وزفير من الفم، اللي هو وتكتمه شويه وتروح وتكتمه شويه. والتاني بقى؟ التاني من ده بتاع ايه؟ ده بتاع ايه؟ ده بتاع التفريغ، ان انا افرغ الطاقه السلبيه. وانت بتعملي كده انت بتحسي بتفرغي حاجه من بقك، بتطلع بتحسي انت بتهدى وتحس ان انت ريلاكس وهديت. حتى بقى الواحد يحصل له حاجة مشكلة او يقولك اتنفس، لا الواحد بدون قصده بيعملها. بالظبط صح كده، لما بتبقي عايزة تخلصي منها. بالظبط كده. خلاص، في الشحنة بقى، ان انا اشحن جسمي طاقة، اللي انا بتنفس شهيق وزفير من الانف. اوكي. اللطيف بقى اللي بينظف الطاقة السلبية من او المتخزنة في الخلايا وخاصة العمود الفقري اللي هو بيغذي كل حاجة، ان انا اتنفس من فتحة مناخير واطلعها من الفتحة التانية. يعني انا اقفل من فتحة واروح منزلها من ناحية تانية. ده ايه يعمل ايه بقى؟ ده بينظف العمود الفقري من الطاقات اللي متخزنة فيه. اوكي. خلاص، فاحنا بنتنفس من فتحة انف، بنقفل من فتحة ونتنفس من فتحة. خلاص، ولما نخرجها نروح قافلين الفتحة التانية ومخرجينها من الفتحة اللي احنا كنا قافلينها. اوكي. رايح جاي 3-4 مرات. ده الواحد ما يدوخش؟ لا، بص، لو الجسم ما فيهوش اكسجين لازم هيدوخ طبعا. او هيصدع، وده دي عوارض طبيعيه. فنعمل ايه؟ نشرب ميه. من اهم الحاجات اللي بتشحن ومهمه جدا شرب الميه. اوكي. شرب الميه ده من اهم الحاجات والابسط الحاجات قدام الناس كلها، وارخص الحاجات. والميه اللي محطوطه في الفخار يا جماعه، مش اللي نازله من المواسير، الميه ميته. ايوه، كل ميتنا ان كانت هنا ولا هنا كلها ميه ميته. اعمل ايه؟ احطها في ازاز او معدن او فخار. يعني انا جبت اي ميه معدنيه بتبقى في بلاستيك، في بلاستيك، هحطها في معدن الوميتال، يا اما احطها في فخار. خلاص، يا اما ازاز او ازاز. خلاص. طب. واحط ايدي عليها شويه، ادعك ايدي كده، هو الاثنين ببعضهم اكني بتدفى. خلاص، واحط ايدي على الكوبايه، يبقى انا بحيي الميه بعد ما كانت ميته في الازازه، بحييها. يعني ايه الميه ميته؟ الميه ميته، ميه ميته، ما في مش يعني المواصفات بتاعتها او ناقصه، عناصرها ناقصه. بالظبط، عناصرها كلها على بعض مش شغاله. فلما بتعدي في المواسير والكلام ده بتضغط طغطه مش لطيفه. فانا كل اللي هعمله احطه في ازاز او الوميتال معدن. طب وانت بتقولي الفخار، انا افتكرت القله بتاعت القله. طبعا، يا ريت يا ريت الناس ترجع للقلة تاني. يا شو يا ريت الناس، يا ريت الناس بعد تاكل كل ده. يا ريت الناس تاكل بعد الديسبنسر. يا ريت الناس تاكل في الـ في الـ في, الـ في الطواجن زي زمان. يا ريت. انا باكل في الطواجن. انا مش عايز اقول لك ان مامتي بقت تطبخ الورق العنب في الطاجن، ما بقتش تعمله في حله. يعني تحطه ترصه في الطاجن وتاكله هنا في الطاجن، لان لقيت الموضوع احسن وافيد. الطاجن ده طين. طبعا، والقلة طين، وانت مخلوق من طين. صحيح. فانت من طبيعة جسمك بتاكل، وبالتالي بتحيي الحاجة من اول وجديد. فياريت نرجع نشرب من القلة. ومن الحاجات اللي بتشحن بسرعة وتنظف بسرعة، غسل الوش، او تاخد دش، او تنزل في مية بحر، او تاخد او تغسل ايدك ووشك. دي اسهل حاجة في الدنيا. في مية بحر لو تقدر، لو ميه عاديه اغسل وشك وايدك لو انت في اي حته عاديه، لكن في البحر طبعا يا ريت. انت عايزه الناس تغسل وشها كذا مره في اليوم؟ يا ريت. ما هو يعني لازم نقول بالبلدي كده، تص وشنا بشويه ميه. تص وشك لما تتعصب، تص وشك بشويه ميه. ههدى. هتهدى. ميه ساقعه ولا سخنه؟ ساقعه طبعا يا ريت. مغتسل بارد وشراب. طيب، تمارين ايه تاني ممكن نعملها؟ في تمرين لطيف قوي اللي هو الدرع الطاقي. ممكن انت بتتخيل ان انت حواليك زي سحابه بيضاء من سحابات السماء كده، داير ما يدور، واخر لمدة يعني بتعمل اكنها مثلا في مسافة متر قدام، ان انت جوه السحابة دي وماشي، واخرها مرايات. فاي حد يديك طاقة سلبية تترد عليه تاني. طيب، ممكن تعملها باي لون انت بتحبه السحابة دي. اوكي. خلاص، لكن السحابة دي ما بتتعملش للقرب، بتتعمل للغرب. يعني انا مثلا في البيت ما اعملش السحابة دي لاخواتي واهلي وجوزي او مراتي او ولادي،
بعمل ايه؟ بتخيل ان في سفنجر مادي او سودا تحت رجلي، اي طاقه سلبيه باخدها منهم بتنزل تتسحب في السفنجه دي. طب انت قلتي المرايات، قريت ان مش المفروض الاوضه النوم يبقى فيها مرايه؟ طبعا. ليه؟ لان المرايه بتعكس طاقه حيه موجوده في الاوضه. طب الطاقه دي تكون كويسه؟ لا، اي طاقه حيه، انت داخل في سكون، داخل تنام في حاله سكينه وسكون عشان تنام. خلاص، وبالتالي حاله السكينه مش عايزه حاجه تحركها، المرايه بتدي طاقه حياه. في ناس بيعملوا تلاقي الاوضه الدولاب كله مرايات، تلاقي نومه يا اما كوابيس يا اما نومه مش مستريح، يا اما يقوم جسمه مكسر طول الوقت. لانه مش المفروض المرايه تكون في اوضه النوم؟ لا خالص، او تكون متداريه على الدرية. لو خدت بالك زمان الجدود كانوا بيعملوا التسريحه بدرف، بتقفل صحيح، ويفتحوها. يا اما المرايه بتبقى جوه الدولاب. صحيح صحيح، هو ده. ده كان بيفرق قوي طبعا، كتير بيفرق كتير. اوكي خلاص. والكهرباء يا ريت تبعد عن السرير. لسه كنت هقول لك بقى ده برضو كهرباء. هل مطلوب ان احنا تحت السرير نحط زي نفرش حاجه، صوف او قطن، والسرير ما يبقاش لازق في الحيطه؟ لا، السرير لازق في الحيطه ده لازم، لازم يبقى لازق. وانت حتى لما تيجي تقعد في اي حاجه لازم يبقى ظهرك حيطه. فمزاي مش ظهرك مكشوف للي رايح ولا جاي؟ لا مش قصدي كده، قصدي سرير ما يبقاش لازق في حيطه 2 سم، ما يبقاش دايركت على الحيطه. لا، ما هو في الاخر اي سرير فيه ظهر. الظهر ده اوريدي خشب او معدن او اي حاجه، ليه سمك عادي، ليه سمك فيلزق في الحيطه، لان انت السمك خلاص بعدت عن الحيطه دي اوريدي. طب انت قلتي ايه الاجهزه اللي ما تبقاش في الاوضه؟ الكهرباء. الكهرباء الفيش قبل ما مش بس نشيل الفيش، ما تبقاش الفيشه جنب سريرك. لان مجال الكهربي اللي بيبقى موجود في الفيش دي بيوقع الشعر. طيب اغلبيه الناس بيحطوا الموبايل والشاحن ويناموا جنب. مش عايز اقول لك بقى، ده جسمه بيقوم من النوم مدغدغ، جسمه تعبان وحاسس انه مضغوط ومصدع ومقريف. ناس كتيره بتبقى عامله كده. فلا، موبايلك مقفول او بعيد عنك على الاقل متر ونص علشان نعرف ننام كويس. بالظبط.